وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر. وتشاء أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر. وتشاء أنت من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الدرى. وتظل تسعى جاهدا في همة، والله يعطي من يشاء إذا شكر. اللهم لك الحمد والشكر، بسم الله بدينا وعني بيصلينا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباحكم ورد وفل وياسمين، يا صباحكم جاتو، يا صباحكم حلو، يا صباحكم نوار وأزهار. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام يا صديقاتي وخالاتي اللي هما تطواتي وأخواتي، وكل هكا من يعرفني وكل من يحبني، تحية مني ليكم. بارو الله ينوركم، بارو الله يزهيكم، بارو الله يعليكم على من يعاديكم، بارو يجعلكم تخلطوا سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يبارك، بارو يجعلها خضرة قدامكم، بارو إن شاء الله ونتمشوا ربحين ربحين فالحين زهين طربين ديما كيما العادة. نهار جديد صديقاتي، روتين هكا كله نشاط وحيوية وطاقة إيجابية وصهرية مع رياض خويا. عادة نقليلو يوم ورياض، أما رياض باش يتكلم اليوم باش يحكي على النوادر اللي بيني وبينه. ذكرنا هكا قعدنا وذكرنا زمننا الجميل بالطرايف متاعو. كيما تعرفوا أي إخوة هكا في صغرهم الله ليه بعد من الإخوة، إن شاء الله ربي يجمع شملكم بوخيانكم، إن شاء الله ربي يحنن القلوب. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يحاول يشتت شمل عائلة، وربي بقي علينا وعليكم الستر أجمعين يا أحلى صديقات. اليوم يا البنات باش ناخذ رايكم في حاجة. شوفوا أنا زهيت لي ليامات هذية، منتجت شوية فيديوهات، جتني أخبار محليها، فما تطورات برش حكايات، عرفت على شنو نحكي. إيش قولكم كين باش تشجعوني؟ عطاو نهبط لكم الفيديوهات بتاع الدار. كين مقومشي باش تشجعوني، عطاو نشد بلاصتي والريض. أي البنات قولولي شنو نعمل، تحبوا نهبط ولا لا؟ هذه حاجة بربي جاوبوني عليها في أول هاني، قلت هيكم وخليتكمش تتفرجوا، بعدين قلت لكم في الأخر لا انتوما باش تتفرجوا، بيحاول الله باش تتفرج. قولوا لي البنات باش تتفرجوا. الحاصل صديقاتي اليوم والله زهيت لي، ما نعرفش حليت هكا الفيديو، جتني طاقة عجيبة. ديما نحب نخرج معاكم بطاقة، نحب نشكيكم كان الخير. واكيد مادامكم جايين باش تحبوا تتفرجوا، مش باش تحبوا نجي نشكي لكم انا. كل واحد عنده امور وعنده مشاغله في الدنيا، وربي ان شاء الله يفرج كرب كل مهموم يا ربي، وان شاء الله ربي يشفي جميع المرضى، وان شاء الله ربي يفتح بيبان الخير على الجميع. المهم صديقتي، شفتوا هذاك فطور الصباح حضرته اليوم، زهدت لي باش نعمل شويه عظم وجبن وزيتون. على فكره البنات لاحظت فيا حاجه، لاحظت فيا حاجه، كان فيق الصباح البريود هذيا الكل مستريس يمكن ولا حاجة، مش عارفة مش كيف فيق ماني نبدأ مزروبة على الوقت وعلى تحضير الفطور وعلى المشي وعلى الجي وعلى كذا، تلقوني ساكتة يعني في فطوري معاي. ما عادة أنا كي نبدأ فايقة وراكشة في الدار وقاعدة وكل، نبدأ عاملة نتكلم وكذا، يعني عندي طاقة للحديث والتاريخ. سينون هي متى ذي معنات الفترة ذي، يمكن من كثر نقوله نحن الريتم القوي نتاع الوقت يزربنا، نبدو قاعدين حتى تجي الاربعة نتاع العشية البنات، والله نبدو ازرب ممكن خطر النهار قصير زاد الشتاء. ان شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب وكها. هنا البنات شعملنا شوية عظم، جبن، زيتونة، زيتون، وشوية قهوة عملنا قهوة كافتيري. يوم أنا بدلت الكافتيري ذي البنات، عندي مود ما جبت هيج الكافتيري ذي، هاني جبتها وطيبت بيها معاكم المرة هذي. وشنو آخر الحصيل والجاتو، هذا كانت عرس العام، وكل ياغورت هذا كانت عاد زير، تحية لتزير ونس تزير أو رمان البنات ياغورت هذاك. وشنو آخر الحصيل وكهو، يا ربي وليك الحمد والشكر، ما عملناش معجون وزبدة وكل ديجا، هذه تكفي. حصيلو شخنا عليها كيف يعني كيف يوم ما يسخونها ومعها الزيت وجب نجربوها، سهلة مهلا فيها حد شيء.
وصحة وبشفاء ليكم. المهم صديقاتي باش نبدأ معاكم روتيننا لليوم. روتين أول يوم في العام الجديد أو الصباح في العام الجديد، إن شاء الله يجعله مبروك سعيد علينا. الرقم الجديد 2024 إن شاء الله تحقوا فيه كل ما تتمنوا يا ربي. إن شاء الله ربي يسعد أيامكم وربي هكا يوصلكم لكل حاجة تحبوا عليها، ورغم فمش حتى حاجة مستحيلة مع ربي سبحانه، لا مستحيل مع رب كريم سبحانه وتعالى، كل شيء ممكن. أنا كيشوف روحي نقول والله الحمد والشكر يا ربي، ألف حمد وشكر ليك يا ربي. غير ما نحبش نقعد نحكي برشا، خطر أنا نحب نكون على طبيعتي راهو. أما ساعات يقول لك هكي حكيتي وهكي تكلمتي وهكي، ولكن والله كان نحكيكم على شنو عشت وعتجربتي وعلى وصولي اللي وصل. والله يا البنات كنشوفوا فما حكمة سبحان ربي، إذا دل على شيء دل على إنه تمدي ديك الربي والله لا يخيبك، يقول لك شيء كن فيكون. تتوقعي ان حاجة صعيبة، حاجة مستحيلة، حاجة ما تنجمش تصير، لكن سبحانه وتعالى كيفاش يسخر لك ويعمل لك كل الاسباب مش انت تنجحي، يعني يوفر لك كل الظروف سبحانه، يعني يبدأ حاطها. يا ربي ولك الحمد والشكر، يا ربي ولك الحمد والشكر، وربي ينولكم ما في بالكم يا صديقاتي. ونشكركم برشا برشا على دعواتكم لي وعلى محبتكم وعلى كيفاش معايا. الله ينوركم والله يبارك لكم، خاطر بالحق انتم راكم مساهمين 1000% في انه انا نوصل ولله الحمد والشكر للي وصلت له. وبقدرة ربي مانيش باش نخبي عليكم حتى شيء، وباش تشوفوا بحول الله كل شيء، وان شاء الله ربي يعطينا الصحة والعمر والوقت. ليش؟ لانه الحلمة دي حلمتها معاكم وتمنيتها معاكم، فمن هكا نحب نفرحكم معايا ونحب نشاركها معاكم ونحب نبعث الامل، نقول راهو سبحان مغير الاحوال، سبحان ربي. تقولي البارح انا كان لا شيء، وكي تهز يدك ربي وتمن اللي قادر، تمن إيمان كبير إنه ربي قادر بشي يبدل حالك من حال الأحسن حال. بحول الله إن شاء الله كلكم هكا يا ربي. اليوم البنات شنو الدبارة متاعي؟ ما نعرفش عليش قعدت نحكي 7 دقائق. قولوا لي ما تعرفيش عليش تحكي 7 دقائق، تي الذي منع. وقتاش سكت ولا وقتاش سكت الفيديو؟ ما عنديش في بنتك الفازة نتاع سكت الفيديو شوي، كلاش ضيع علي ذيك في المونتاج مقطع. أما عادة نحكي نخرج باش نتكلم معك. أي سيدك بن سيدك، اليوم دبارة خفيفة لي أنا، واليوم دبارة هذه شنية حاسيلو، خذيت سكالوب الدجاج، خذيت البصل والزيت، قلت أنا هيا كل يوم الواحد وهو يطيب وهو يصنف وهو يعمل في أنواع وأشكال، هيا القايلة ندبر راسي أنا وأمي. شنو دبرت راسي لبنان؟ عملت مقرونة، أتنوريكم الطريقة نتاعي. مقرونة سهلة مهلة بسيطة خفيفة، زعرة ما هيش حمراء، كلها طابت في المقلة، جست كان المقرونة نتاعي طبختها. وهنا خذت الدجاج والبصل، سمحوني على الإضاءة لأنه كي طلعت الريدو نتاع الكوجينه الضوي ضوي معناتها التصويره كلها بيضه جد، فحاولت نعمل فلتر يطيح الاضاءه، يعني هذا اضعف شيء، يعني هذا تسمى شفتوا كيفاش يعملها يتعب في العين، انا تعديناه هاي ان شاء الله ما عادش تعب. سمحوني يعني كان قلقتكم الاضاءه في عينيكم. المهم قلت لكم عاد خديتها البصل هذا والدجاج، قال لي ثم بعضهم. هنا جبت الكركم، جبت اسمها الكليل، الزعتر، الملح، الفلفل الاكحل، شو اخر، التابل والكرويه، قلت لكم البنات والكركم، حسيت بعضكم تخلطهم بعضهم يعطوا بنا مش نورمال. وزدت البنات من بعد انا عملت شويه ثوم، الثوم زاد مش شويه، الثوم يجي مع المقرونه كيك، سواء مقرونه حمراء ولا مقرونه بيض، خاطر تبنوا على الاخر وهكا يبدا فاوح. انا ما نجمش البنات نجي نحكي من غير دبارة، مش لقيا الكلام والله. يكفي ما تكلمت، قولوني
ونقدر بنضحك والله على قلبي كي العسل عادي، راني ريتو حاجه انا بيدي ننقد روحي معناتها عادي ما يقلقنيش. المهم هنا جبنا هيك الواحد تاع الثوم، حطينا هيك الماء اللي يغلي المقرونه، صبيت شويه في روح الثوم نقول انا، وهنا نعرف باش هنا باش تجي يقولوا لي فاتن راكي غالطه. نعم يا صديقتي غالطه، اما الغالب ساعات للضروره احكام. هنا ما عنديش سلق، ما عنديش سبانخ، ما عنديش معناتها اخضر، عندي مكنجل، عندي عملت كميه ما عندهاش برشا، ما تو كي عملت الكسكسي وكل كيما باش تغسل، خاطر كي تغسل راهو يفسد اذا يقعد البرا في الفريجيدير، مشيت حطيته في الكونجيلاتور، قلت انا تو نستعمل. هكا جتني الفكره من نهارين ثلاثه ايام، جتني الفكره يعني ما قعدتش ما طولتش بيه. عارف مش قولوا لي ما هوش صحي كي تقصر الخضره كيكه وتحط في الكونجيلاتور، حق انا نحط في الكرافس البنات، اما السلق ما نحطوش جمل. هي الكرافس نحط فيها، شنو الفرق بين الكرافس والسلق؟ الحاسه صديقتي هنا عملتك المقرونه يسموها البنات هذه بابيون، بابيون هذيك رقم واحد، ما عملتش رقم اثنين خاطر كبيره شوي، عملت رقم واحد والله جت محلاها. هذا شويه الحم هنا، شوفوا باش ما يجيش الفيديو طويل، البارتي الاخرى اللي عم طيبنا فيها تو نعطيه لكم نقصها في فيديو اخر، خاطر حسيته بيجي فيه 29 دقيقه، قلت لا هي برفت نحي خليهم كان معناتها كي نقصت الوحده نتاع الطيب هذيك الرزات هذيك ولات لي 22، قلت اي في البراك يا ربي وليك الحمد والشكر. هنا البنات شوف الكسكس نتاعي اليد نتاعو طايره وديما هكاك باقي، ويعز على ويعز عليا لاني اول حاجه لقيت عند راجلي وقت اللي هو معناتها وقت اللي عرس لقيت عنده المقفول هذاك، فخليته وانا بيدي يقولوا لي فتن نحيله لمنيوم على غالب فما حاجات تعز عليك وقد ما تبدل يعني تقعدي ديما تعملي فيها شو هنا يما تعمل في اللحم وتعمل في البطاطا الحصيل، وهذه دبارة أخرى البنات فما نحيتهاش المقفولة هذاك، والكسكس ديما يتبع معاي. المهم الكسكس صفيت فيه المقرونة، شوفوا ما تخلوهاش تطيبوهاش حتى لين تهبأ، لا لا مش عالدنتي يعني شطر طياب هكا طياب إلا ربع حاجة هكا، وبعدين تحطوها في الصوص دي اللي عملناه. هنا زدت الكريم فريش، زدت شوي ماء راهو البنات ما تخلوهاش شايحه من الماء خاطر في ساعه ما تشيح وتولي تشد في المقله، ونبدا نخلط فيها هكاك. هنا كي حطيت شوفوا هنا فما حاجه اللي هي ننسى ماني نقول لكم راهو فما مكونات نورمال راني خرجتهم انا، الجبن نحطه في الكونجيلاتور، جبن هذايا اللي ناخذه بال 100 غرام وال 200 غرام ماكم تعرفوني في الصاشيات في راس الشهر نمشي ناخذ ونحط في الكونجيلاتور، ونجبد كي نحب هكا نشتي نعمل بيتزا ولا نشتي نعمل كريب ولا نشتي هكا مقرونه اي حاجه نحب انا مونتي في الدار، نحب تركن الدار ماهمش فارغين بالدرجه انه واكل حاجات الخفيفه كيما اللي تسحق زيتون مقصوص تسحق تون تسحق هريسه تسحق مايونيز تسحق نحب معناتها وقت اللي نقول باش بحول الله يعني يا ربي وليك الحمد والشكر، ومش واحد يعني يعمل في روحه يعني يشكر هكا يوري في روحه، لا لا اما بالحق نلقى روحي عندي اكل مكونات هذيك تسهل عليا الوصفه هذيك نعملها في وقتها، وربي يوجد علينا اجمعين ان شاء الله ديما فيها والناس تجاه. نرجع للرسالة نتاعنا اللي هي وصلت للاخر البنات هنا، عاملها جبن نبدا نحل فيه توا، انا قعدت كنحل فيه خاطر كان مكان والله يتحل وجا سايل يا البنات يتجبد، شوفوها وين ريتو ما شاء الله بنين على الاخر يبنن. وعلى فكره راني ما نخزش المالح ماكم تعرفوني انا اي حاجه مالحه بعد عليه، يعني انا كي نقول لكم اعملوا الملح راه مش معناتها انا حطيت، فهذه هي المقيرينه نتاعنا بن عالمية، تنجمو تزيدو القرع الأخضر، تنجمو تزيدو الفلفل الأخضر، تنجمو زادا تزيدو شامبينيون البنات كي إذا تحبو. نسيت ما جبتش فلفل برلابيت، ما نحسها بارد اليوم، كان ليش يحط فيها قريبة فلفل أخضر، بسم الله، كيف ربي يرحمنا ما فيها هيسر عارف هنا ناكل لحم بس كلنا نعمل صح النوم طيب ما تكليش شنو نعمل
اسمعوا في يوم نجمش تاكل حاجة من غيري أنا. أي صدق بنسيتك قلت لي ما كلينيش بالخبز على فكرة، مقرونة كليناها هكيكة. يا أخي قلت لي فتن عملت هي باللحم، كفتة قلت لي فتن كولي. قلت لي يوم يخي نسيتي لي أنا ما ناكلش اللحم، مسكينة هي مستنسك كمعنتها كلي تقول هيك الحاجة معنتها يزم تذوقي منها. انتي نقولها يما هاكي تقولي كولي انتي كليتي انتي نهبل انا. قولي يا اخي تو انا صغيرة مو انا مديتك باش انتي تقري، مسكينة هي موش من حق ليش نهبل، هذيك هي الام معناتها تقري تنحي من فمها وتمد الاولاد. المهم ربي فضل لها وفضلكم ما عندكم يا ربي. هاي يا رياض شنو تحب تبدا؟ تحب تبدا بالتفاح؟ تقول يما شنو تحب؟ تحب بسكويتي ولا بسكويتي؟ ما نعرفش يتاكل الغلة لونة ولا الحلو لو هذي نحب غلة لونة. غلة لونة غلة لونة خاطر هو ذاك في الاخر ما بدناش يجيش تاكل غلة. كأنه بنين والله. باك تحب الواد كوكوري يا شنو بنين ريحته يد العقل. يد العقل يد العقل بنين في واحد الريحة رائعة. نحطو سمايل. مش بيه سمايل قرب تكلمش خليه دينا مكسل. فرش تفرج ريا لا ما تشكتنا فرج على ماتش لا مش حال الصوت. هاي شكون ريك اسبانيو بعضنا زيرو 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 زيرو. هما في العادة كيفاش قداش يربحوا ريا هما في العادة؟ ماتش كاسح من هذا في نفس الترتيب يا جماعة مشدين بعضهم راك تفهموا اللي دمه في الكور. زوز يحب يربحوا زوز ما يحبوش يخسروا. الأقرب من سيربح المليون؟ إيه حسب ذكرها في كان بيسيب أنا شو فيه في القصعة دور في القصعة كيف أنا عركة لو رياض على القصعة. أول حاجة يمشي يبدلها يفسدها بالعالي باش يجي أنا نعطيه 5 سنين وبدل لي القصعة. هذي يا بنت تعرف عينيا مثل حق تذكر يوم ورد العارك ونقول بابا الله يرحمه نمشي يهرب يمشي درعا نعرف بقينا مكبين نوكبو فيه من الدرس بتير أولك يقبل لك وبعد النمريك وبعد كرس بتير ومن بابا يهبل كي يقهر مو صغير راو يعرف يقدر القصعة وقتها يطلع يبدل القصعة بالعاني بشي يخليني أنا نفرج وقتها على السركة دي اللي يشد قبل ساتة دي تروع ملا مش عمال فاضي روع خوف السيرة ايش يعمل يمشي يبدل لي بالعاني مرة بابا وقتها بشل البانك وقت الهر خلاص ولا ونهار داك المطر وانا حلفت عليك وانت فوق السطح وقتها مشيت بحدا خالد تجري تحيه لخالد بنت عمي بارت العرسة خلوه ربي ينورك كالنوار ان شاء الله ربي يفضل لك كالنوار انت واسوم. الحصيل عاد رياض خويا يمشي هارتها قلت له تدخل للدار قلت له والله لا تدخل للدار الا ما تاكل طريعه الا ما تاكل طريعه يوم يا اخي قال لي كيك جباب وقت بابا على الموتور الله يرحمه جباب قال لي متغش قال لي واش بك قلت له شفت بابا واش عمل قال لي واش عمل قلت له بابا راه فسد لي التلفزة وكذا راني حلفت عليه باش ما يدخل للدار كي قلت له والله يدخل لا ما نعطيه طريعه جابه لي بابا هيا لالا بابا هو روى معناتها نستغرب كيفاش انا قال له ما تفسد لها شي مينا هاي بابا ما يحبناش نتعارف حاصل قال لي هاي قلت له انا راني مشي نين قلت له انا انسانة وعمري ما نمد ايديا على الناس وقت صغير نخطب على رياض الحاصيل نهارتها وبعدين كي نغضب تذكر يومه كي نغضب عليه وكل كيفاش جيني انت يبعث لي السماح معاك انت جيني تقول يما قال لك خوك هاتي تو نمشي لك لك البلاصه نقول له ما حشيش ما يمشي ليش يفكني وما يعادش يكلمني وينسى عنده اخوت يجي وانا ما يطمع ويجي بات بحذايا ساعات انا كتمشي تقرا تجيب حوايج يجي يقول لي جيبت بحذايا ساعات يونسني ما انا بيتي ماني وحدي انا ساعات نقول له رياض اقعد بات بحذايا عندي زوز فروشيت عملتها وقتها في بيتي نحس روحي بنيه واحده
ساعات نقول رياض بلاي باك اللي لعب حنا نقوم نضحك انا وياه في الليل نكتو نقول له حتى كي مشيت للجامعه يقول ما الدار ما تنور كي تجي فين وانت يقول فين ياسر نبعث كذا اما البعثين هو اللي بالحوايج انا وددو صاحبتي نبعثها وقتها وش يعمل لي شو حطيت الواحد القشور مع السس نهز نجيب اصحى انا وددو ببيناتنا مراسلات انا صاحبتي نبعث لها كراسه تبعث لي كراسه بري جيني مش نبعث نهارتي مش نبعث لوحده من صاحباتي يبدا مش يقول تذكر يا رياض والله لا ننساهم هكا مشيني نسيت لك لا مشيني نسيتك يوم نقول لها هاي نبعتك وش يقول انا نمشي الساعه حتى نمشي حتى نجيك تو غني لهي تو نرجع لك وبعدين وش يعمل وانا نقول له شو انا نجرب هذا شو نقول نقول له نعطيك 500 قول لي باهي باهي تو نغلطغ تو نغسل تو مش شعري تنجي هو يقول لي كيكه وانا نقوم يا البنات نهار يعني نقول له صار انت المصلحه كم شو نقول فلوس ما تمشي ليش باهي نقول له بنت على طبيب ما تمشي لي يجي يقول يا زول امشي لي نقول له انساني ما تمشي ليش نعارك وقت راح نقول هذاك نبقى يبقى خاطر عارف روحها هاي ماما هوني تفاحة صاحبي وغرطة وهو البسكوي بحذاء يعرف روحها لبنات على خاطر بعد ما نبعت أهلها بس نسحقك مش عارف نسحقك عارف روحها يخدمها في مخها يعرفني اللي أنا باش نغضب يولي يطفي الضوء أوكي دلالك كل ما عادش ها؟ دلالك نحسبها في هذا المخ يبقى دلال ما عادش نغضب دوسية معك اما والله يعمل لي عمايل مش يفسد لي التلفزه بالعاني مش نجي انا نكريه هو يفسدها بشي يبدا يسعق يجي نكري وانا البنات غشي في ساعه في ساعه ما نطلع في ساعه ما نحمر اما في ساعه ما نرجع يا حسرة على كلامي الله يرحمه بابا ذكرى الحمد لله والشكر لله والله الحمد لله وشكون يقول اللي الواحد باش ينجم ينسى عمره ما ينجم واحد ينسى أعز الناس عليه بابا الله يرحمه بابا الله يرحم الأموات أجمعين يا ربي ففي كل قاعدة في كل لما لازم هكا نتفكروا لازم نجبدوه وما يتنساش بالعكس معناتها الحصيلو توا نخليكم في أمان الله الناس كله سامحوني.